للاسف انا لقيت الحمد لله تطورنا وتمكنا من حالنا، بس ما فيش شيء امكانيات لنا نقدر نمكن حالنا ونقدر نكمل هوايتنا او نستمر في هذه الهوايه. انه فيش الواحد تزلج ممنوع، بدله تحميني من البرد ممنوع، حتى الصابون والشمع للسيرفنج برضه ممنوع بتحميني من الخطا. بغزة لما نتزلج بنحس بالحرية، بنحس بالسلام، بنحس إنه في إشي بنزاح عن قلبنا، فبنتمنى نطلع برا تفتح البلد يصير الوضع أحسن، نطلع نشارك برا، نتزلج برا، نسبح برا، نمارس هوايتنا، أقل ما فيها هوايتنا اللي بنمارسها برا.